خلف أبواب مغلقة جلس وزراء خارجية مجموعة ألبا التي تشكل تحالفاً لعدد من دول أمريكا اللاتينية برئاسة وزير الخارجية الفنزويلي لمناقشة خطة سلام تقدم بها الرئيس الفنزويلي هيغو تشافيز لوقف العنف في ليبيا. عرضنا مبادرة الرئيس الفنزويلي للسلام والتي قدمها لعدد من الدول والرؤساء والمنظمات الدولية والعربية، وتستهدف دعم الشعب الليبي للبحث عن السلام وتخطي مخاطر النزاع المسلح والحرب الأهلية. العالم يراقب ما يحدث في شقيقتنا ليبيا. تتضمن مبادرة تشافيز تشكيل لجنة تضم ممثلين لدول إفريقية وآسيوية بالإضافة إلى أخرى من أمريكا الجنوبية لفتح حوار دولي حول الوضع في ليبيا بعيداً عن تدخل حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، ضمن خطة يقول تشافيز إنها تهدف إلى تفادي غزو الدول الغربية المتعطشة للنفط حسب قوله الأراضي الليبية. تشافيز حذر أيضاً من ارتفاع سعر النفط ليصل إلى 200 دولار للبرميل إذا أقدمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تنفيذ عمل عسكري في ليبيا. رؤية الجنوب تنطلق من منظور السلام والتغلب على النزاعات عن طريق الدبلوماسية، أما رؤية حلف الناتو والولايات المتحدة فتعتمد على الحرب والتدخل في شؤون العالم العربي وبخاصة في شؤون الشعب الليبي. هذا الاجتماع أعقب إعلان نائب وزير الخارجية الليبي موافقة الحكومة الليبية على هذه المبادرة، برغم تصريحات نجل الزعيم الليبي سيف الإسلام القذافي التي قال فيها إن ليبيا تقدر العرض لكنها لا تحتاج لمساعدة فنزويلا. أحمد دياب، BBC.